جميلة خرجت من الدار ديالها، خلات الولد ديالها مشى للمدرسه وبنتها خلاتها نعسه، خرجت يعني بغات تمشي للمركز الفلاحي لان داك الطريق رسل ليها قال لها دوزي لعندي. خرجت تتلقى الحاجة حليمة جالسة في في في, في ش... على الكرسي في الشمس، وجالس معها الشاف موحة. سلمت عليهم، ها انت فين غادي؟ قالت لي ما ودي انا غادي نمشي نشوف، راه عيط عليا واحد داك صاحب حمد اللي خدام في داك المركز الفلاحي، ما عرفتش شنو بغاوني، غنمشي لعندهم. الشاف موحة تيهضر معاهم، قال لي ما انا ودي راه الله جيت من سميتو علي، مشيت طلعت للبيرو مشيت للقياده رانا تقيدت. قالت لي جميله حك ما حضرتش الحوار اللي كان ديال ما بين الحاجه حليمه والشاف موحة. قالت لي هي تنقص الحاجه حليمه، قالت لي راه الشاف موحة راه بغى يمشي للمسيره. عرفتي راه سيدنا الملك الحسن الثاني راه دعا الخطاب انهم غادي ينظموا واحد المسيره الخضراء من الشمال حتى يمشيوا للاقاليم. والشاف موحة قال لي ما انا دوزت الحرب ما خليت ما دورت، ولكن هذه اللي قال لنا سيدنا غنمشيو نحروا الصحراء، نحروا الاخوان ديالنا في الصحراء، نحرهم يلا حررنا، تحرر المغرب من فرانسيس وحررنا سيدي يفني، بقات لنا الصحراء خصنا حتى هي نحروها باذن الله. قال لنا الحسن الثاني 350 الف اللي غادي نمشيو نهزوا القران ديالنا ونمشيو نحروا الصحراء ديالنا. جميلة خلاتهم تمايا ومشات هي لعند المركز الفلاحي لعند الطريق، سولت على الطريق هذاك العساس اللي في الباب، قال لي واش بغيتي ابو احمد؟ قالت لي ما عرف الطريق، قال لي راه هو هذاك ابو احمد. مو مشات لعند الطريق، لاباس لاباس، قال لها انت كي دايره انت مع الزمان، كي دايره مع الوليدات، كي دايره هذه، راه داك الرباط زعما بقى فينا احمد داكشي اللي ديك الحاله اللي وصل ليها، راه عشنا مع صديق ديالنا ما عرفناش كي زعما حاولنا معاه تعينا، هو راك شي ولا على حاله التشرد، راه واحد الحاله اللي فيها تعاودوا لي الناس. انا شفتو واحد المره ولا جوج الضفار طوالين الشعار، عيش هو في ديك الحديقه العموميه ديك جاردان بيبليك، ولا تيمشي للغابه هو واحد السيد كاع النهار ما يشربوا في داك الكحول داك 90 داك ديال الحريق، ما بدينا ما نديروا ليه، لان حاولنا وحاولنا وحاولنا، ولكن السيد ما يعني ما بقاش في كامل الوعي ديالو، ما حنا تندويو معاه وما كيتصنتش لينا. هادير واحد البركه راه جمعوها الاخوان، هاد الجواده راه في واحد البركه ما تعاوني بها، راه ماشي شي حاجه كثيره، ولكن باش تعاوني مع تعاوني راسك مع الزمان وصافي. جابت جميله ودي قالت لي ان راه الناس تيتعاونوا معايا، رانا كنخدم دابا في الديور تعطوني الفلوس تنجيب معايا الماكله للدراري ولادي، معاوني في الحقيقه الناس مأطرين بالحاله اللي انا فيها وتيتعاونوا، بخصوص الجيران راه اي حاجه كانت شي مناسبه ولا شي حاجه راه ما تنساوش ولادي يرسلوا الماكله، كاين اللي تيرسل لهم الحوايج تيلحق شي عيد ولا شي حاجه تيعاونوني الناس. خذات جميله خذات من عنده هذاك الجوا وشكراتو، قالت لي عفاك شكر بالنيابه عليا الناس كاع اللي تعاونوا معايا. قال لها طارق راه ايام دائما في العيد الكبير راه اتفقوا الاخوان انهم غادي يبقاو يشريو لك الحولي، وفي حق العيد الكبير غادي تاخذي الحولي ديالك ان شاء الله. الله يخلينا في الحياه يعني هاد العاده نبقاو سايرين عليها، تيدير لك الله التاويل ديال الخير. المهم شكرات جميله ومشات في حالاتها. لالا زليخة بقات ما ملي دار شافت الحاله ديال احمد كيفاش ولا هو، هي ما بقاتش يعني ما بقاتش تقلت يعني ما بقاش تحلى ليها الجلسه مع دوك الضيوف اللي تيجيو لعندها، هما هي جالسه معاهم عقلها ما كاين شايت، دائما شارده
لدرجه ان هذيك الخادمه ديالي اللي رافقاتها كاع في حياتها ديالي كانت معاها في الدار، كانت معاها في الشمال وفي الدار البيضاء وترجعت مع لهنايا ديك الباتول، حد راسها قالت لها بنتي الناس راهم زعما مهلين فيك والناس كرماء معاك، ما تحاوليش خصك هما تيجيو باش يضحكوا وانت ستتعكري عليهم الاجواء. واخا الباتول قالت لزوليخه ديك الهضره زعما لاله زوليخه باقا شاده في خاطرها، هذوك الضيوف ديالها بداو تيتبرموا شيئا فشيئا، يعني ما تلاش عاجبهم الجو. السيده جالسه هما يا راه كاينين البنات اللي معاها جالسين معاهم، ولكن هي اللي كيعرفوها انها دائما كانت ضاحكه كل وقت، كانت المحدثه الانيقه، وكانت هي اللي يعني تتنشط هذيك الجلسه ديالهم بدك الاحاديث ديالها. كانوا في حقيقه تيجيو على ود لاله زوليخه، واخا كاينين معها البنات ديالها هما كانوا يحسوا بالامان ديالها وكيرتاحوا لهذاك الجو اللي كانت تخلقوا لزوليخه. يعني الناس ولاو تبرموا من هذاك الشيء اللي يعني ما بقاتش لاله زوليخه هي هذيك، بداو الناس كيتناقصوا، مابقاوش تقريبا مابقاوش يجيو لعندها كاع، يعني ولات عايشه واحد العزله. نبهاتها الباتول ماشي مره ماشي جوج، قالت لها بنتي راه ماشي مشكله، انا تنقول لك انا بغيتك عي هذوك الجلسات راك تفرجي بهم على راسك، راك شتي الظروف اللي عشتها وانا عشتها معاك، رغم انني راك شتيني بديت نعيا وهذا المرض راه راك شتي يعني هاد المرض تاع الصدر هاد الايامات راه هالكني، ما تليتش تنقدر وتنا يعني تنجاهد تنكابر باش نحاول انتيا ما تحسيش بالفراغ وما تحسيش يعني ما تنبغيكش تخلي دير شي حاجه، انا كلشي كلشي هو لي انا اللي مقابلاه، ولكن ما عرفتش انا بديت تنحس براسي تنعيا وتنحس ان النهايه ديالي راه قربات. وتلفتت لي لاله زوليخه قالت لها الحشومه تقول انت هي اللي بقى اللي عندي في الدنيا ما يمكن شيت عتي لا 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 مشيت عليا انت هي راه صافي غادي نضيع ما عنديش فين نمشي. الباتول هذيك الخادمه ديال لاله زوليخه هذه تشد عليها المرض. لاله زوليخه ولات عيطات لشي معارف شي ولاد خوها، جاو داو عمتهم داوها للمستشفى، بقات فيه واحد المده، شاها مود يعني تصابت واحد الاصابه في الرئتين ديالها، واش لان كانت تدخن بزاف، والطبيب قال لي ما ودي راه جبتوها دابا حتى وصلت لواحد درجات متقدمه في المرض في السرطان ديال الرئه. بقات تما هي الباتول شي ايام توفات. لاله زوليخه يعني ولات الفراغ ديال عندها تمايا، ولاله زوليخه نهار صوبات الدار ما فكراتش انا الدار واش ديالها ولا ماشي ديالها، قالت راه ما عمري غادي، لان هذوك ولاد خويا الله بانوا ولاو تيجيو عند عمتهم وهذاك الشيء، ولا جاو طالبوها بالدار قالوا لها خاصك دير تخوي لينا الدار ديالنا، احنا تنعرفوا المكانه المعزه اللي كانت عندك ديال عند عمتنا، ولكن راه ما عادش كيندير، راه كاين هنايا ثلاثه الخوت خاصنا كل واحد يدي الحق ديالو. لاله زوليخه شافت التعيات مشات، انا نزلت البجعد اتصلت مع طارق بس قالت لي ودي هاد الظروف اللي هادي، قال لي طارق تبرم ما عرفش اش غيدير معاها. المهم داها قالت لي غنمشي نشوف جميله، مشات لعندها تتهضر معاها عاودت لي هاد الظروف،
هي راه جالسه تتهضر معها، هو جا واحد جا طارق تيجري قال لها انت راه سميتو احمد، هو وداك السيد راه كانوا ساهرين في الليل ولاش داكشي، واش تخاصم معاه؟ راه لاح شي وقيده شعلها، راه احمد راه كله تحرق، راه داوه للسبيطار. مشات زوليخه باقيه واقفه في الباب، واقفه تتهضر مع جميله. طارق قال لها بتي راه يلاه حتى انا يلاه تفرقت معاك، ملي جيتي لعندي لهنا المركز راه جا واحد السيد قال لنا راه هذاك احمد اللي كان خدام معاكم راه شعل فيه العافيه هذاك اللي كانت كيشرب معاه. فعلا ملي داو احمد للسبيطار ما وصلوش يعني كانوا داوه العشرين غشت للدار البيضاء، لان تما عند السبيطار ديال الحروق كاين ديال الحروق كاين في الدار البيضاء. مات اليوم في الطريق يعني. جميله ولا لالا زوليخة تأثروا بزاف وحزنوا بزاف على الموت ديال احمد. زوليخة تتبكي بحرقه، وجميله هي ولات هي تتصبر فيها وقالت لها بنتي راه ظروفي دابا راه ما عرفتش انا غنمشي، جراو عليا ولاد هذيك السيد ولاد خوها لان هما الوارثين باش يخليوني انا في الدار، شتي انا كبرت وهادي وهادي. جميله رغم الظروف ديالها ورغم داك يعني كانت هي تتقول ان هذيك زوليخه هي السبب ديال الانحراف ديال الراجل ديالها، ولكن ملي عرفت الظروف ديالها وعرفت انها تعاني حتى هي ضحيه بحالها بحال احمد بحالها بحال جميله نيت. ولا زوليخه شدت هند في ديك الفتره وقالت لها جميله راه انا تنعاني مع بنتي اش كاين، وهي لا زوليخه دوات مع هند قالت لها هاد المصير اللي غتقلبين هذا شوفي هنا قبل منك، هاد العالم ديال الصياعه والسلام ديال الخروج ديال الزناقي راه ما تيؤدي حتى لحاجه، تؤدي الانحراف وغادي تمشي تبقاي يعني غادي تشردي وشي نهار تموتي هاك دايا، لان حتى واحد ما غيرحمك ملي غادي تشرفي وتعيات واحد ما يبقى يهضر معاك. دابا راك انت باقا صغيره وتتخرجي من هنا وتدوري من هنايا، ولكن الا قعدتي تكبرتي حتى واحد ما يعقل عليك. عالم ديال الليل وعالم ديال الصياعه راه عالم خايب وخطير، وما عندوش ما كاينش بحال الظروف يعني الواحد يعيش واحد العيشه مستقيمه عيشه نقيه. جميلة عجبها الكلام ديال لازوليخة مع بنتها هند، وشافت كيفاش تتعامل معها وهي تقتار عليها. قالت لها جميلة قالت لي علاش انا راه ما الدار راه ديالي انا ما كاريه ما والو، بغيتي تعيشي معانا انا ديري حسبيني انا كيف اختك، وداكشي اللي جاب الله راه حنا نعيشو به. تعفات في الاول زوليخة، ولكن قررت انها في الاخر قررت انها تعيش مع، ما بقاش عندها خيار لان هادوك بغاو الدار ديالهم وهي خصها يعني فين غادي تعيش. عجبها جميلة ملي وافقت لزوليخة، حسات ان قالت لها بعدا نحس بالامان عندي واحد، لما كانش عندي شي اخت انت غتولي اختي، واخا كانت عندي واحد النيه عليك مستقبلا، ولكن جعل الله خير والله يسامح الجميع.